بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم في بارت 3 من ليكتشر 1، واللي لسه مكملين مع الميتابوليزم اوف النيوكليوتيدز. الان بالنسبه للسالفج باث واي فور بيورين نيوكليوتيد سينثيسيس، هذه الباث واي تستخدم في بعض الانسجه زي البرين والار بي سي والوايت بي سي، اللي هي بيكون في عندها ديفيشنت في الانزيمات المستخدمه او المطلوبه للدينوفو بيورين سينثيسيس. اذا السؤال المتوقع هنا، ليش انسجه زي البرين والار بي سيز والوايت بي سيز ما بتستخدم الدينوفو بيورين نيوكليوتيد سينثيسيس؟ لانه هذه التيشوز ما فيش عندها الانزيمات، او في عندها ديفيشنت في الانزيمات المستخدمه في البيورين سينثيسيس. طبعا هذا عشان ما نستخدمش وما نستهلكش كميه كبيره من الطاقه، خصوصا انت بتتكلم على البرين اللي اصلا هو محتاج كميه كبيره من الطاقه للفانكشن بتاعته، فالطاقه دي بتستغل في الفانكشنز بتاعت البرين بدل ما نستغلها في تصنيع البيورين فروم ذا سكراش، يعني من الصفر. الار بي سي زي ما انت عارف اصلا يعني خلايا ما فيهاش ميتوكوندريا، يبقى بالتالي ما فيش عندها كميات طاقه كافيه او كبيره لانها تستغلها في تصنيع البيورين نيوكليوتيد سينثيسيس، والوايت بي سيز كمان لا، الفانكشن بتاعتها بتحتاج الطاقه. فبالتالي بدل ما بتصنع النيوكليوتيد من الدينوفو نيوكليوتيد او دينوفو بيورين نيوكليوتيد سينثيسيس، لا هي بتعمل ايه؟ بتعمل ريسايكل للبيورين او للبيورينز. فبالتالي انت ممكن تعرف السالفج باث واي انه هي عمليه ريسايكلين للبيورينز بدل ما انت تصنعها من بواسطه الدينوفو بيورين نيوكليوتيد سينثيسيس. السؤال الثاني اللي بيطرح نفسه في هذه الباث واي، شو هو مصدر البيورين بيزس؟ شو هو مصدر البيورينات عشان انا استخدمها واعمل لها ريسايكلينج، يعني نربطها مع السكر والفوسفيت ونكون نيوكليوتيدز. السورس بتاع البيورينز عندي تو سورسز مهمين. السورس الاول هو الليفر، وده متوقع جدا لانه الليفر من ضمن الاورجانز اللي بتصنع كتير شغلات وبتعمل لها اكسبورتنج للاذر تيشوز. فبالتالي اول سورس عندي للبيورين انه البيورينز بتصنع بالليفر، وانس انها تصنعت بالدينوفو بيورين سينثيسيس بعد كده بيحصل لها عملية exporting للأذر tissues عشان يحصل لها salvage as nucleotides. السورس الثاني انه الخلايا بس يحصل لها die، بس تموت الخلايا او النيوكليوتيدز بتاعتها يحصل لها تكسير، فان الادينين والجوانين والهايبوزانثين يمكن استخدامهم مره ثانيه، يعني نعمل لهم ريسايكلينج على صوره اي ام بي وجي ام بي. تعال نشوف ستيبس في عمليه البيورين نيوكليوتيد سينثيسيس باي السالفج باث واي. لو في عندي الادينين از بيورين او بيورين بيز، فانه بواسطه الانزيم الادينين فوسفورايبوزايل ترانسفيريز في وجود الفوسفورايبوزايل بيروفوسفيت راح يتكون عندي الـ AMP، وذلك بعد ما انه انا اشيل التو فوسفيتس اللي موجودين على كربونة رقم واحد، اطلعهم برا as inorganic phosphate واربط مكانهم الادينين ببيتا 1N9 glycosidic bond. فاذا ده اول رياكشن، انه الادينين مع الفوسفورايبوزايل بيروفوسفيت في وجود انزيم اسمه ادينين فوسفورايبوزايل ترانسفيريز راح يتكون عندي الـ AMP. الآن في حال كان عندي النيتروجينس فيز إما هايبوزانثين أو جوانين، كيف أعمل لها بيورين سالفج؟ بواسطة إنزيم اسمه هايبوزانثين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفيريز، أو بنختصره بـ HDPRT. إذا هو عبارة عن هايبوزانثين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفيريز. إذا إحنا
بدنا ننقل الهايبوزانثيم او الليجوانين الى الفوسفوريبوزايل بيروفوسفيت، فعشان كده سمينا الانزيم هايبوزانثين جوانين فوسفوريبوزايل ترانسفيرز. الموضوع سهل وبسيط. فالهايبوزانثين مع الفوسفوريبوزايل بيروفوسفيت اللي خلاص اصبح الاستراكشر بتاعه بالنسبه لنا سهل ومحفوظ، راح ناخد الهايبوزانثين بواسطه الانزيم الهايبوزانثين جوانين فوسفوريبوزايل ترانسفيريز، ونعمل اليمينيشن للان اورجانيك فوسفيت، ونربط الهايبوزانثين على ما تبقى من الفوسفوريبوزايل بيروفوسفيت، وبالتالي يتكون عندي الاي ام بي. هيتكون عندي مين؟ الاي ام بي. طيب نيجي للجوانين. في حال الجوانين هنربطه برضو بنفس الفكره مع الفوسفوريبوزايل بيروفوسفيت في وجود الانزيم اللي اسمه هايبوزانثين جوانين فوسفوريبوزايل ترانسفيريز، نعمل إليمينيشن للإن أورجانيك فوسفيت، نربط مكانهم لجوانين، يتكون عندي الجي إم بي. هنتكلم الآن على الليشنايهان سيندروم، وهي سيندروم لها علاقة بالجوانين والهايبوزانثين سالفج باثوي، لانه هذا الديزيز عباره عن مرض وراثي جينيتك ديس اوردر. هذا الجينيتك ديس اوردر بيحصل خلل في الانزيم اللي هو اسمه هايبوزانثين جوانين فوسفوريبوزايل ترانسفيريز. هذا الانزيم لما بيحصل فيه خلل مش هيحصل عمليه سالفج للجوانين والهايبوزانثين. طيب ايش اللي الان هيحصل؟ الجوانين والهايبوزانثين هيبدا يتكسر، هيتكسروا الاند برودكت بتاعهم زي ما احنا عارفين وراح نحكي هو عبارة عن اليوريك أسيد. يبقى الآن لما بيتراكم 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 اليوريك أسيد بالجسم راح يعمل مجموعة من السيمبتومز. لكن اللي في البداية بدنا نقوله أن المرض اللي اسمه ليشنايهان سيندروم هو عبارة عن مرض وراثي له علاقة بالميتابوليزم أوف البيورينز، خصوصا بالسالفج باثوي، بحيث انه الانزيم المسؤول عن عمليه بناء الجي ام بي والاي ام بي من الجوانين والهايبوزانثين اللي هو عباره عن الهايبوزانثين جوانين فوسفوريبوزايل ترانسفيريز بيكون في ديفكت، وذلك بانه هذا المرض عباره عن اكس لينكد ريسيسيف ديس اوردر، بمعنى انه غالبا وبرايمرلي هذا الديزيز راح يصيب مين؟ راح يصيب الميلز لانه عندهم فقط 1x، فبالتالي اذا انضرب الاكس اللي عندهم اكيد اكيد هيحصل عندهم الديزيز اللي اسمه هايبوزانثين اجوانين فوسفوريبوزايل ترانسفيريز. طيب الان قلنا انه السيمبتومز اللي بتظهر على الاشخاص اللي عندهم هذه السندروم بتكون لها علاقة بالبيلد اب اوف اليوريك اسيد، بزيادة والاكيوميليشن اوف اليوريك اسيد بالجسم. طيب اول سيمبتوم حنشوفها هي عبارة عن الكيدني ستونز، يبقى هيحصل كيدني ستونز ديو تو الاكيوميليشن اوف اليوريك اسيد. طبعا ممكن الموضوع يتطور الى انه يحصل عندهم رينال دامج. طيب السيمبتوم الثانية هي عبارة عن يحصل عندهم كمان سيلف انجوريز بيهيفير، اللي هي من ضمنها يعني السيلف ميوتيليشن، بمعنى انه هم ممكن يعملوا بيتنج لللبس التشيكس والفينجر. كمان ممكن يحصل عندهم بيهيفيورال بروبلمز، يكونوا اجريسيف وعندهم هايبر رياكتيفيتي، وايضا ممكن يحصل عندهم نيورولوجيكال بروبلمز، ممكن يحصل انتلكتشوال ديسابيليتيز. ده كله لانه بده يحصل اكيوميليشن وتراكم لليوريك اسيد بالجسم. يعني لو حصل اكيوميليشن اكيد لليوريك اسيد في الكيدني راح يعمل كيدني ستون، في خلايا العصبيه راح يعمل انتلكتشوال ديسابيليتي وهكذا. فبالتالي الديزيز هذا مرتبط بانه بدل ما انه احنا بنعمل بيلد اب للنيوكليوتايدز او البيورين نيوكليوتايدز بنعمل شانت للبايوكيمستري في اللي هو يعني البيلدينج اب باتجاه الكاتابوليزم اوف البيورين نيوكليوتايدز، وبالتالي اكسس يوريك اسيد برودكشن. الآن السؤال اللي بيتبادر إلى أذهاننا هو إنه النيوكليوتايدز اللي صنعناهم
كانوا من النوع الريبونيوكليتايدز، بيورين ريبونيوكليتايدز. طيب ازاي انا بصنع الديوكسي ريبونيوكليتايدز؟ العملية بسيطة وسهلة، بانه النيوكليتيدات اللي هي الريبو او بيورين ريبونيوكليتايدز بنحولها لبيورين ديوكسي ريبونيوكليتايدز بواسطة انه انا بعمل ريدكشن للريبونيوكليتايد الى الكورسبوندينج ديوكسي ريبونيوكليتايد. ولكن يجب ان تكون البيورين ريبونيوكليتايد داي فوسفوريليتد، بمعنى انه عليها 2 فوسفيت في البوزيشن رقم 5. مثلا يعني الـ ADP، مثلا الـ DDP. إذا عملية الـ conversion of ribonucleotides إلى الديوكسي ribonucleotides بتتم على النحو التالي. أنا بالإضافة إلى الريبونيوكليسايد دايفوسفيت اللي موجودة عندي، وأدي في الدايفوسفيت، عشان كده قلنا إنه الإنزيم اللي بيحول لي الريبونيوكليسايد دايفوسفيت إلى ديوكسي ريبونيوكليسايد دايفوسفيت لازم السبستريت بتاعته تتواجد وهي على هيئة فيها 2 فوسفيت على الفايف برايم. الإنزيم اللي بيقوم بهذه العملية هو الريبونيوكليتايد ريدكتيز. الريبونيوكليتايد ريدكتيز الإنزيم ده بالإضافة إلى السبستريت بتاعته بيحتاج إلى سمول بروتين اسمه ثيرودوكسين. هذا الإنزيم أو هذا البروتين اسمه ثيرودوكسين عبارة عن سمول بروتين بيحتوي لي على 2 سيستين ريزيديو، يحتوي على 2 من السيستين ريزيديو. طبعا احنا بنعرف انه السيستين ريزيديو اكيد فيها الاس اتش جروب، الثيول جروب، اذا انا في عندي في هذا البروتين 2 اس اتش جروب. الان الانزيم اللي اسمه ريبونيوكليتايد ريدكتيز راح ياخذ لي الاكسجين من الريبونيوكليسايد دايفوسفيت وياخذ لي التو هيدروجينز بتاعت التو ثيول جروبس بتاعت التو سيستين ريزيديو بتاعت الثيرودوكسين بروتين. ياخذ هذول التو هيدروجينز مع الاكسجين ويطلعهم على صوره جزء مي. في الحاله هاي بتتحول الريبونيوكليسايد دايفوسفيت الى ديوكسي ريبونيوكليسايد دايفوسفيت، ادينا نزعنا الاكسجين. طيب شو هيحصل على الثيرودكسين؟ نزعنا التو اتشز بتاعت التو ثيول جروبس، شلناهم، حولناه من الريديوست فورم الى الاوكسيدايزد فورم. الاس اتش اس اتش هذول الجروبس لما نشيل منهم الهيدروجين بيتكون بينهم disulfide bridge. فالoxidized form بتاعت الثيوريدوكسين هي عبارة أو تحتوي لي على SS disulfide. طيب الآن لو أنا عايز أرجع أحول تاني الثيوريدوكسين من الoxidized form إلى reduced form بتتم بواسطة إنزيم اسمه ثيوريدوكسين ريدكتيز، اللي بيكون معاه كو انزيم هو عباره عن الناد اتش زائد الاتش بلس. ناخد التو اتشز دول وبنكسر بيهم الدايسلفايد بريدج وبنرجع التو ثيول جروبس لوضعهم الطبيعي 2 اس اتش جروبس، والناد بي اتش زائد اتش بلس بيتحول الى ناد بي بلس. الان بننتقل الى الجزء الثاني من الميتابوليزم اوف البيورين نيوكليوتايدز، وهو الكاتابوليزم اوف البيورين نيوكليتايدز. الان هناخد الميجور باثويز للبيورين كاتابوليزم اللي في النهايه هتعطيني اليوريك اسيد. في البدايه هبدا مع الاي ام بي، ولاحظ انه الاي ام بي كاتابوليزم في النهايه بيديني يوريك اسيد، وايضا الجي ام بي هيديني اليوريك اسيد، والاثنين هيشتركوا مع بعض في الخطوه بتاعت انه الجي ام بي اثناء الكاتابوليزم بيعطيني زانثين، والاي ام بي بيعطيني ايه؟ بيعطيني زنتين. طيب نبدا مع الاي ام بي وبعدين نرجع للجي ام بي. نبدا مع الاي ام بي كاتابوليزم. الاي ام بي كاتابوليزم بيبدا بانزيم اسمه 5 برايم نيوكليتايديز. هذا الانزيم بيعمل لي ريموفال للان اورجانيك فوسفيت اللي موجود على كربون رقم 1، فهيتحول او اسف على كربون رقم 5، فهيتحول الاي ام بي من اي ام بي ادينوسين مونوفوسفيت الى ادينوسين. انت عملت ريموفال لمين؟ للفوسفيت اللي موجود على كربون رقم 5، يبقى الفوسفيت اللي كانت هنا انت عملت لها ريموفال. فاصبح الادينوسين مونوفوسفيت اصبح ادينوسين من غير فوسفيت. الان بواسطه انزيم اسمه ادينوسين دي امينيز هيعمل دي امينيشن، هيعمل لي ريموفال للامينو جروب،
من الادينوسين ويحوله لي الى انوسين. اذا اسم الانزيم ادينوسين دي امينيز، ادينوسين دي امينيز. ثم الانوسين بواسطه انزيم اسمه بيورين انيوكليسايد فوسفورايليز هيروح هو عامل اضافه للفوسفيت على كربون رقم واحد ويكسر لي الرابطه اللي هي البيتا 1 ان 9 جلايكوسيديك بوند، راح يكسرها لي، راح يضيف فوسفيت اذا هنا ويكسر هذه الرابطه، يطلع عندي الجلوكوز على هيئه، او اسف الشوجر يعني الريبوز هيطلع على هيئه ريبوز 1 فوسفيت، والنيتروجينس بيز هتطلع عندي كفري بيز اللي هي عبارة عن الهايبوزانثين. ثم الهايبوزانثين راح يحصل له أكسيديشن بواسطة الزانثين أكسيديز، الهايبوزانثين هيتحول إلى إيه؟ إلى زانثين، هضيف أكسجين. إذا الهايبوزانثين يتحول إلى زانثين. ثم بعد ذلك الزانثين بواسطة إنزيم اسمه زانثين أوكسيديز بيتحول لي إلى إيه؟ إلى يوريك أسيد. تعال نيجي للجي إم بي بنفس الطريقة، جي إم بي بواسطة إنزيم اسمه 5 برايم نيوكليوتيديز اللي راح يكسر لي أكيد الـ 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 الرابطة اللي هنا بإضافة أو نعم يشيل لي الأوكس آسف يشيل لي الفوسفيت اللي على 5 برايم يشيلها لي ويضيف طبعا مكانها او اتش ويتحول الجوانوسين مونوفوسفيت الى جوانوسين. اذا الجي ام بي بواسطه 5 برايم نيوكليوتيديز راح يعمل لي ريموفال للفوسفيت عشان تتحول الجوانوسين مونوفوسفيت الى جوانوسين. الان الجوانوسين بواسطه انزيم اسمه بيورين نيوكليسايد فوسفورايليز، نفس الفكره، هذا الانزيم راح يكسر لي الرابطه اللي هي البيتا 1 ان 9 جلايكوسيديك بوند ويضيف فوسفيت على كربون رقم واحد ويطلع عندي الريبوز على هيئه ريبوز 1 فوسفيت، ما فيش مشكله، ويتبقى عندي الجوانين از فري بيز. الجوانين الان بواسطه انزيم اسمه جوانيز راح يعمل او يحول الجوانين الى زانثين، عمل لي ريموفال للـ NH2 اللي هنا ويضيف مكانها أكسجين، يتحول عندي الجوانين إلى زانثين. الآن الزانثين بواسطة إنزيم اسمه زانثين أوكسيديز هيعطيني اليوريك أسيد. إذن اليوريك أسيد هو الـ End Product of the Catabolism بتاع البيورينز واللي بيحصل له إكسكريشن باليورين. تمام؟ التوتال يوريك أسيد في النورمال هيومن تقريباً او النت اكسكريشن يعني اوف التوتال يوريك اسيد بيكون حوالي 500 ملي جرام بير دي. اذا النت اكسكريشن اوف التوتال يوريك اسيد في النورمال هيومن حوالي 500 ملي جرام بير دي، اما النورمال هيومن بلازما يوريك اسيد بيكون من 2 او هي من 3 الى 7 ملي جرام او من 2 الى 7 ملي جرام بير دي سيليتر. اوكي، ننتقل الان الى الديس اوردرز اوف البيورين كاتابوليزم والمتعلقة بالهايبريوريسيميا والهايبويوريسيميا. هنبدأ الآن مع الهايبريوريسيميا وهو عبارة عن ديزيز أكيد هنقدر نعرفه لوحدنا لأنه عارفين النورمال سيرم ليفل لليوريك أسيد هو من 2 إلى 7 ملي جرام بير ديسيليتر، فإذا زادت نسبة اليوريك أسيد في البلازما عن 2 إلى 7 ملي جرام بير ديسيليتر ده بيكون عبارة عن هايبر يوريسيميا. في عندي 2 major causes للهايبر يوريسيميا، الأول هو primary هايبر يوريسيميا والثاني secondary هايبر يوريسيميا، هنبدأ فيهم الآن واحد واحد. راح نشوف الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى primary هايبر يوريسيميا. أول سبب إنه يكون في عندنا over activity للإنزيم اللي اسمه PRPP synthase، الإنزيم اللي هيحول لي الريبوز 5 فوسفيت إلى 5 برايم فوسفوريبوزاي 1 بيروفوسفيت. لما هذا الإنزيم بيزيد راح يزيد عندي الـ PRPP وبالتالي راح تزيد عندي عملية تصنيع البيورين نيوكليوتيدز، بمعنى إنه هندخل إحنا بالـ first committed step
ويزيد تصنيع البيورين نيوكليوتيدز، وبالتالي يزيد الكاتابوليزم اوف البيورين نيوكليوتيدز، وبالتالي راح يزيد عندي اليوريك اسيد في البلازما، وده اللي هيؤدي الى ايه؟ الى برايمري هايبريوريسيميا. السبب الثاني هو ديكريز في الانزيم. لاحظ انه يعني في برايمري هايبريوريسيميا اتكلمت بس او هتكلم بس على خلل في الانزيمات. اوكي، السبب الثاني انه في ديكريز بالانزيم اللي اسمه هايبوزانثين جوانين فوسفوريبوزايل ترانسفيريز. هذا الانزيم اللي هو اسمه لما بيجل قلنا تظهر عندي الليش نيهان سيندروم، لانه في عندي ديفكت بهذا الانزيم، بمعنى انه الهايبوزانثين والجوانين بدل ما بيتجهوا لي الى الانابوليك باثوي راح يتجهوا لي الى ايه؟ الى الكاتابوليك باثوي، وبالتالي ناتج الكتابوليزم حيكون يوريك أسيد. هيكون اليوريك أسيد هو الناتج، وبالتالي راح يحصل accumulation وتراكم لليوريك أسيد ويزيد كمية اليوريك أسيد بالجسم، وده هيؤدي إلى هايبريوريسيميا. السبب الثالث هو متعلق بال type 1 of glycogen storage diseases اللي هو عبارة عن ال von Gehrig's disease. في أكيد أنت طبعا أخذت في biochemistry سنة تانية إنه لما بيحصل decrease بالجلوكوز 6 فوسفاتيز enzyme بيظهر عندي disease اسمه von Gehrig's disease اللي هو عبارة عن أحد الجلايكوجين ستوريج ديزيزز، او بنسميه تايب 1 اوف جلايكوجين ستوريج ديزيز. وبالتالي الان في عندنا ديفيشنسي او ديكريز بالجلوكوز 6 فوسفاتيز، ده معناته مين هيزيد عندي؟ هيزيد عندي الجلوكوز 6 فوسفات اللي متاكتف وجاهز، وده هينشط لي المينور باثوي اوف الجلوكوز ميتابوليزم. فاكر معايا المينور باثوي اللي هي عباره عن او احد هذه المينور باثويز اللي هو عباره عن البنتوز فوسفيت باثوي. يبقى شو احنا في المحاضره عدى معانا مركب بنحصل عليه من البي بي بي هو الريبوز 5 فوسفيت. لما بيزيد الريبوز 5 فوسفيت اكيد هيزيد البي ار بي بي، لما بيزيد الار بي بي هيزيد عندي تصنيع البيورين النيوكليوتيد، وبالتالي هيزيد الكاتابوليزم تاع البيورين النيوكليوتيدز، وبالتالي هيحصل هايبر يوريسيميا. لا هنتكلم على الاسباب بتاعت السكندري هايبر يوريسيميا. سكندري يعني في عندي ديزيز خلى في زياده في الهايبر يوريسيميا، مش انه الانزيمات الانفولفد في عمليه السينثيسيس اوف البيورين نيوكليوتيد هي المسؤوله. طيب تعال نشوف اول سبب في السكندري هايبريوريسيميا هو زياده الريت اوف السيل ديفيجن اند تيرن اوفر او التيشو تيرن اوفر زي اللي بيحصل بالكانسر وخصوصا باللوكيميا. في حالات الكانسر وخصوصا اللوكيميا الخلايا بيحصل لها كمية سيل ديفيجن كبيرة جدا وكمية ديث كبيرة جدا، فبالتالي لما بيحصل ديث لكمية خلايا كبيرة يبقى في عندي زيادة للنيوكليك أسيد اللي طالع من أو النيوكليك أسيدس اللي طالعة من الخلايا اللي بتموت، وهي الخلايا راح أو هذه البيورين نيوكليوتيدز ونواتج النيوكليك أسيدس راح يحصل لها كاتابوليزم. لما يحصل كاتابوليزم راح يزيد عندي مين؟ يوريك أسيد في البلازما. إذا هنا السبب ما كانش خلل بالإنزيمات وعملية التصنيع، وإنما الخلل هنا في إنه في مرض، هذا المرض أدى إلى زيادة اليوريك أسيد في البلازما. السبب أو الأسباب الأخرى مثلا decrease بالرينال excretion of اليوريك أسيد، يعني حيتراكم اليوريك أسيد في البلد. في حالات رينال فيلير مثلا ما بيحصل فشل في الكلى اللي هو رينال فيلير، ده بيؤدي الى ايه؟ الى زياده واكيوميليشن اوف اليوريك اسيد بالبلد. كمان بعض انواع الدراجز زي ديوريتكس اللي هي بتساعد في عمليه ري ابزوربشن اوف اليوريك اسيد مره ثانيه الى داخل ايه؟
إلى داخل الجسم، وبالتالي بيزيد يوريك أسيد في البلد. كمان الليد بويزنينج، الليد من ضمن المواد اللي بتشتغل على الكدني وبتعمل ديستركشن في الكدني لو حصل بويزنينج، وبالتالي ده بيقودنا مرة تانية إلى أنه حصل رينال فيلير، وبالتالي حصل accumulation وانكريز ذا الاماونت اوف اليوريك أسيد في البلازما، وده بيؤدي إلى سيكندري هايبر يوريسيميا. أكيد طالما تحدثنا على هايبر يوريسيميا يبقى لازم نذكر الجاوت ولو بشكل سريع. الجاوت عبارة عن disease characterized by increase the uric acid concentration في البلازما، وهذا يؤدي إلى deposition of uric acid في الأماكن التالية. واحد، ممكن يتم deposition لليوريك أسيد بالسمول جوينتس خصوصا البيج تو، وده بيؤدي إلى swelling في التو، بيصير في انتفاخات وانفلاميشن، وكذلك الحال سيفير بين. ايضا ممكن يحصل ديبوزيشن لليوريك اسيد بالكدني وده بيؤدي الى الكدني ستون. ممكن يحصل ديبوزيشن لليوريك اسيد بالكارتليج وده يؤدي الى ديستركشن اوف الكارتليج. الان بننتقل الى الهايبويوريسيميا. فالهايبويوريسيميا هو عباره عن رير كونديشن بيكون في عندي abnormal low uric acid level في البلد. والهايبويوريسيميا له 2 causes مهمين، طبعا في more than 2 causes ولكن الأشهر، عندي genetic defect بيكون commonly associated with xanthine oxidase deficiency، بيكون في الإنزيم xanthine oxidase في deficiency، وهذا بيؤدي إلى إيه؟ إنه كل من الزانثين والهايبوزانثين دول مش هيحصل لهم تحويل إلى اليوريك أسيد، وبالتالي كمية اليوريك أسيد راح تقل، يبقى في هايبويوريسيميا. بالإضافة إلى إنه كمية اليوريك أسيد راح تقل، راح يحصل إكسسيف إكسكريشن للزانثين والهايبوزانثين، راح يحصل عملية خروج للزانثين والهايبوزانثين. الشغلة الثانية انه هذا الزانثين لما بيحصل له اكسكريشن مع اليورين ممكن يعمل زانثين رينال ستونز، يبقى تحصل ديبوزيشن للزانثين كريستالز في الكيدنز وده ممكن يعمل زانثين رينال ستونز. طيب الكوز الثاني اللي عايزين نقوله في الهايبويوريسيميا انه ممكن يحصل سيفير ليفر دامج، ليفر سيروسيس او فايبروسيس او ما شابه. ده بيؤدي الى انه عمليه البيورين ميتابوليزم اصلا كلها بيصير فيها خلل، وايضا عمليه السالفج للبيورين برضه بيحصل فيها خلل، وده بيؤدي الى ريدكشن في انتاج البيورين بيزز، وده من شانه ممكن يقلل كميه الميتابوليزم والكاتابوليزم اوف البيورين بيزز اللي في النهايه هتؤدي الى ريديوسنج لليوريك اسيد synthesis. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله رب العالمين الجزء القادم حيكون مع البايريميدين وحنشتغل معاه بنفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها مع البيوريدز.